يا ترى ايه اللي هيحصل لاسعار الادويه في مصر؟ وايه نسب الزيادات المقترحه خصوصا لادويه الامراض المزمنه؟ وليه شركات انتاج الدواء موقفه الانتاج من فتره؟ وهل الحكومه هتستجيب للضغوط اللي بتمارس عليها من المصنعين؟ بانكير نبض البنوك. رغم أن الفترة اللي فاتت شهدت زيادات كبيرة في أسعار الأدوية تجاوزت 50% لبعض الأصناف على خلفية ارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، إلا أن المنتجين والمصنعين للأدوية لسه بيطمحوا لزيادة أسعار 700 مستحضر دوائي تاني. وجت الزيادات اللي قبل كده بناء على موافقة هيئة الدواء المصرية اللي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير والتاني سعر محلي تحت اسم برنامج دعم المريض المصري، وطبعا الأخير أقل بنسبة كبيرة عن سعر الأدوية اللي بيتم تصديرها. وفي الأيام الأخيرة اللي فاتت ومع اتجاه الحكومة لتحريك عدد من السلع المدعمة والخدمات زي رغيف العيش والكهرباء والبنزين والسولار، اتقدم عدد من الشركات لهيئة الدواء بطلبات لتحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بالقطاع المصرفي. وفي 6 مارس اللي فات سمح البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية من مستويات أقل من 31 جنيه عشان يتحرك بين 47 و48 جنيه حاليا، وطبعا في فرق تكلفة كبير بعد التحريك اللي حصل في السعر الرسمي للعملة الأمريكية. وأرفقت الشركات مع طلباتها مستندات وفواتير لتوضيح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة اللي فاتت، وقالت إن ده بيحتم ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، خصوصا إن 90% من مستلزمات الإنتاج بيتم استيرادها من الخارج وسداد سعرها بالدولار. الشركات قالت في طلبها إن الموضوع مش مقتصر على المواد الخام في الأدوية وتكلفة إنتاجها بس، لكن كمان في مواد التغليف زي الأوراق والعلبة اللي بتحط فيها الدواء وغيرها واللي زادت خلال الفترة الأخيرة، ورغم كده أسعار الأدوية ما زادتش خالص. وفي تصريحات أخيرة لي كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحموصاني أن زيادة أسعار الأدوية بتتم وفقا لآلية واضحة تتضمن عوامل وخطوات، وبيتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع، وقال أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي. وتضمن مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال بقيمة 5 مليار جنيه. وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر ارتفاع بشكل كبير خلال آخر 6 سنين، وقفزت من 63 مليار جنيه في 2018 لأكثر من 142 مليار جنيه في 2023. وبتمتلك مصر حوالي 191 مصنع مرخص للأدوية، لديها 799 خط إنتاج بحسب هيئة الدواء، وبتغطي المصانع دي حوالي 92% من حجم احتياجات السوق المحلية، بينما بيتم استيراد نسبة 8% المتبقية من الخارج. بانكير نبض البنوك.